السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. هتكون فيديو جميل وجديد وان شاء الله يعجبكم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض خلطة المحشي وحشي المحشي. هنعمل مع بعض محشي الكرنب، هنحشيه مع بعض، نتعلم ازاي نحشيه، وهنعمل برضو الخلطه مع بعض. وتعالوا نشوف الخلطه بتاعتنا نتعرف عليها. قبل كل حاجه بنصلي على النبي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا الخضره بتاعتنا الجميله اللي هي الكزبره الناشفه، الكزبره الخضراء والشبت والحاجات الحلوه بتاعتنا دي، وطبعا البهارات بتاعتنا بملح وملح وفلفل اسود وشطه، الحاجات اللي انت عارفاها، وطبعا غسله كيلو رز، وطبعا التقليه بتاعتنا الجميله اهي ببصل، عاملاه مسبكاها ببصل. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. وطبعا يا حبايبي انتوا عارفين طبعا البهارات بتاعتنا بنحطها كده وهنقلبها. دي اول حاجه بحب احطها على الرز الاول هي، وبعد كده هنزلها في التقليه. وطبعا يا حبايبي التقليه بتاعتنا هنزل بيها كده ونقلب، ونشوف لو محتاجه تاني نحط. اهو شايفين طريقتنا جميله جدا وسهله. وبعد كده بقى بعد ما اقلب واتاكد ان التقليه بتاعتنا اتظبطت، بنزل بالخضره كلها اللي عندي اهو شايفين، بننزل بالخضره بتاعتنا اهو كلها كده اهو، ونبتدي بقى نقرب كده ونقلب براحتنا. ولو شايفين يا حبايبي اهو، انا بقى هنتعلم مع بعض طريقه لف المحشي دي بالطريقه الجميله السهله. طبعا يا حبايبي بتمسكي الورقه كده على ايدك ماشي، وبتجيبي شويه الرز اهو كده ماشي، بتفرديها انت الورقه كلها على ايدك اهي، وبعد كده بتغطيها كده اهو شايفين، وبتمشي بقى تمشيها كده على ايدك، تمشيها كده اهو شايفين، وبعد كده بتدوسي عليها كده بتلاقيها طويله سنه، بتحطي بصي من اهو اهو شايفين اهو، بنحط الورقه كده وبنجيب شويه الرز وتبتدي ايه تلفي اهو اهو شايفين اهو شايفين يا حبايبي طريقتنا جميلة جدا وسهلة، واتمنى ان هي تعجبكم اهو شايفين. ممكن تلف حلة بحالها، حلة بحالها او حلتين، وانت بالطريقة بتاعتي دي اهو شايفين شايفين يا حبايبي الطريقة الجميلة بتاعتنا اهو شايفين، وتلف كده اهو. ولو لقيتي ورقة تخينة كده حطيها في من تحت في قعر الحلة، لو هي تاخد استوى يعني لو لقيتي ورقة هتاخد استوى كده حطيها في القعر من تحت اهو شايفين بقى طريقتنا جميلة يا حبايبي اهو اهو شايفين، يعني ورقة تخينة مثلا زي كده بتحطيها في من تحت في قعر الحلة او في نص الحلة اهو شايفين اهو. السلام عليكم ورحمه الله. طيب اه يا حبايبي رجعت لكم تاني. شايفين احنا زي ما قلت لكم كده احنا بنعمل حاله المحشي بتاعتنا، وزي ما قلت لك انت بتبقي مقطعه الورق بتاعك متساوي، وعلى فكره انت لما بتيجي تسلقيه برضو ما تهريش الورق، علشان لو هريت الورق منك وتيجي تسويه هيبوظ منك، لازم يبقى الورق مسلوق حلو بس مش مهري اهو شايفين. بتحطي الورقه كده على ايدك، وبتحطي شويه الرز كده اهو شايفين، وبتلفي كده اهو شايفين يا حبايبي اهو شايفين يا حبايبي اهو اهو كده طريقتنا جميلة وسهلة جدا اهو يا حبايبي شايفين اهو.
احنا بنعمل مع بعض كل حاجة. انا عملت معاكوا التخزين وعملت معاكوا السليق الكرومب وتخزين الكرومب وكل حاجة اهو اهو، شايفين اهو اهو زي ما انتم شايفين كده الطريقة الجميلة السهلة دي، شايفين طريقتنا سهلة وكمان التخزين بتاعه سهل جدا جدا. شايفين اهو يا حبايبي، صوري شايفين يا حبايبي، ولو لقيت ورقة مقطوعة كده ايه بتحط لها ورقة تاني في النص. اهو شايفين يا حبايبي، اهم حاجه بس اكتبوا لي تعليق حلو فضلا وليس امرا، وقولوا رايكم ايه في الطريقه بتاعتي ديت. انا بجيب لكم الطريقه السهله، وشايفين بقى انا بعمل بسرعه بسرعه اهو اهو شايفين اهو شايفين يا حبايبي، اهو يا حبايبي فين بقى اللايك الحلو، فين اللايك الحلو يا حبايبي اهو شايفين شايفين اهو. نصلي على النبي، صلي على النبي يا حبايبي، وفضلا وليس امر اكتبوا لي تعليق حلو، ما تستخسروش فيا التعليق الحلو، ما انا بجيب لكم كل حاجه بعملها معاكم اهو. وتحط الرز وبعمل بسرعه بسرعه اهو اهو شايفين اهو شايفين اهو. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مننا كل جديد. شايفين يا حبايبي اهو، اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبك ما تنسيش التعليق. شايفين يا حبايبي بعد ما خلصت الكميه كلها، شايفين بسم الله ما شاء الله الطريقه جميله جدا وما خدتش معانا حاجه، خلصت الكميه كلها اهي في 3 دقائق. شايفين اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، لو عجبك ما تنسيش اللايك والاشتراك وطبعا التعليق الحلو فضلا وليس امرا. شايفين بسم الله ما شاء الله الطريقه سهله وجميله جدا، استنظرين فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي، سلام.